نجم مصر ونجم النادي الاهلي وحارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر واسد افريقيا كابتن عصام الحربي. ازيك يا كابتن عصام؟ اهلا وسهلا بيك. اخبار البطيخ ايه؟ الحمد لله تمام. تمام تمام الحمد لله. احنا مبدئيا عايزين نسالك سؤال صريح كده. قفض البطيخ عصام الحربي هيأدي بيه قفض البطيخ؟ لا هقول لك حاجه، طبعا دي بلدي ويعني طبعا لهم فضل اهلي واصحابي كلهم، لان دي بلدي اللي يمكن انا نشأت فيها وليها بلدي ما كنتش يعني لعبت كوره، لان بدايتي يعتبر في كفر البطيخ في ملعب الشوارع بعد كده في مركز الشباب، وبيتهيألي ان انا اي حاجه بيطلبوا مني بلدي بالاخص طبعا كفر البطيخ ودمياط، يعني بيطلبوا مني اي حاجه ما بقدرش ان انا اتاخر عنهم، لان هم زي ما قلت لك دي بلدي اللي اتربيت فيها ويمكن ربنا بيكرم عشان هم بيدعوا لي على طول. كابتن عصام احنا في حاجه بنشهد لك بيها فعلا بالاخلاق العاليه والالتزام والارتباط الاسري، وهي ان احنا شفنا لك في كذا لقاء انك بتتكلم عن والدك ووالدتك بحاجه جميله جدا، وزوجتك واولادك ان هم كل شيء عندك في الوجود بصرف النظر عن اي حاجه، حتى الكوره انت عندك اول حاجه زوجتك واولادك ووالدك ووالدتك، الكلام ده ايه رايك فيه؟ لا دي حقيقه، لان زي ما قلت لك انا اولا يعني في الدنيا دي طبعا من غير ام وابويا ولا شيء، ويمكن التألق اللي فيه ده وفضل ربنا سبحانه وتعالى، لان هم بيدعوا على طول، وزي ما قلت لك انا بتوكل على الله وطبعا بعمل الحمد لله وبعمل كل حاجه كويسه، ما باذيش حد، بتمرن كويس برضه ام وابويا وزوجتي واولادي، زي ما قلت لك كلهم بيكملوا بعض، لان طبعا ام وابويا مش موجودين معايا، يعني كل فتره لما باخد اجازه بنزل اقعد معاهم. السفر كله قد ايه يا كابتن رسام تقريبا؟ والله حسب ما باخد اجازه، احنا ما باخدش اجازه كتير، بس لما باخد اجازه بنزل اقعد معاهم. الحاجه الثانيه بتهيألي طبعا زوجتي بتبقى موجوده، يمكن هي بتعوض ام وابويا ان هم عشان ما هوش موجودين معايا. كابتن عصام ما كانش موجود في ناشئين النادي الاهلي طبعا كلنا عارفين. لو رجعنا لورا حوالي 15 سنه، هل يا كابتن عصام كنت تتوقع النجوميه اللي انت فيها دلوقتي؟ هقول لك كل شيء بيد الله، بس لو انت قاعد كده كابتن عصام بتفكر والنجوميه اللي انت فيها دي، هل لو رجعت ورا 15 سنه كنت تقول انا هبقى في يوم من الايام اسد افريقيا وانا عصام الحضر الناس كلها بتتكلم عليه؟ والله اقول لك حاجه، هو طبعا قبل حاجه طبعا التوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، وانا يمكن من صغري يمكن كنت بحب الكوره، بحب اتعب طموح، والحمد لله اهم حاجه لعب الكوره لازم يكون عنده طموح واصرار هو عايز يعمل ايه، بس قبل كل ده لازم تحط هدف ليك، هدفك ايه؟ انا يمكن وانا صغير وانا يعني بلعب في الشوارع وبلعب في دمياط، انا كنت مش هقول ممكن الناس تقول لك عشان انا اهلاوي بقول ان انا اهلاوي، لا انا بحب الاهلي من صغري وعيلتي كلها، انا سايب بزوجتي وكلهم بتهيألي اهلاويه، بس انا لو قلت لك هدفي كنت نفسي اوصل في يوم من الايام، مش عيب لما اقول لك كنت نفسي اتصور مع لاعب من لعيبه الاهلي. احنا سمعنا الكلام ده قبل كده. مش عيب، لان عيب، لان دول بحطهم طموح ليا، بحطهم هدف ليا. مين كان مثلا الاعلى في الوقت دوت؟ لا هقول لك حاجه، انا كنت في يوم من الايام كنت بقول يا رب، انا هحكي لك على موقف صغير كده، كنت بقول يا رب ان انا بقى اتصور يعني مع كابتن حسام حسن وابراهيم حسن، كابتن جوبير، كابتن ثابت البطل راحه، وكابتن اكرم، كنت بتمنى في يوم من الايام اتصور معاهم. مش عايز اقول لك الموضوع كله في خلال سنه كنت موجود معاهم، بلعب معاهم موجود. طبعا كنت تتوقع كده قبل ما النادي الاهلي يتكلم معاك؟ قبل ما اصل مضيت للنادي الاهلي قبلها بسنه، يعني انا مضيت للنادي الاهلي قبل بلعب مثلا وانا بلعب في دمياط ما دول بسنه، بس زي ما قلت لك يمكن حراس المرمى النادي الاهلي كلهم بعتبر مثلا اعلى، لان انا كل واحد بستفاد منه، الله يرحمه الكابتن ثابت، الكابتن شوبير، الكابتن اكرامي، كلهم دول استفاد. انت كنت بتحب الكابتن ثابت قوي يا كابتن عصام؟ دي حقيقه بجد، احنا حسينا ليك بالتأثر جامد جدا لما كان سامي الله يرحمه توفى. لا هو لان الكابتن سامي توقف جنبي كتير وساعدني كتير للي انا وصلت له ده، وكانت تربط له علاقه مش ان انا عصام الحضري يعني جول النادي الاهلي او هو مدير الكوره، لان انا كنت بحبه قوي وهو كان بيحبني قوي، ما كنتش مخبي اي حاجه عليه، يعني كنت بستفاد منه وكنت بتكلم معاه في كل حاجه، في اي مواقف، في اي قرارات، في اي مواقف، اي حاجه عايز اخد قرار كنت بساله على طول، عشان كده هو كان قريب مني. هل تفتكر يا كابتن عصام كل اللي يخش بوابه النادي الاهلي بقى نجم؟ لا من وجهه نظري. يعني ايه الكلام ده؟ اولا عايز اقول حاجه، النادي الاهلي ما بيجيبش لعيب الا ان كان لعيب كويس، لان يعني اللعيب كويس ده اكيد باين بشكل كويس، تالق في ناديه، تالق في المكان اللي هو لعب فيه، عشان كده النادي الاهلي جابه. لما انت جيت هتبقى نجم، بس لازم تحافظ على النجوميه. اتحطيت في حاجه بقت عاليه قوي، عاليه قوي ايه؟ ممكن تكون المسلم بتلعب في نادي ما بيشجعكش مثلا 20,000، بتلعب في نادي بيشجعك 60 مليون. مطلوب منك كل حاجه، مطلوب نفسك انك تحافظ على اسمك، مطلوب اسمك تحافظ على اسم الفنان انت لابسها، على النادي بتاعك. الحاجات دي كلها لازم ليها شروط معينه. في لعيبه جت النادي الاهلي كتير ومشت، يعني جت قعدت سنه ومشت، قعدوا سنتين ومشوا.
فسروا بايه الكلام ده كابتن عصام؟ يعني انا مش عايز حد يزعل من يعني من اللعيبه دي، ده محتاج ان انت اصرار، محتاج ان انت تموت نفسك، تحافظ على مكانك، تحافظ على اسمك، تحافظ على ناديك. مطلوب انت تتمرن كويس، لازم تتمرن كويس قوي قوي. عصام انت تعبت عشان توصل اللي انت فيه؟ اه تعبت، ما تجيبش عليك قوي او 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 الفتره الاخيره دي بالذات كمان، يعني ما اكذبش عليك. يعني شوف الناس بتقول لك ان جمال العصام حاضر فيها ده احسن حارس في افريقيا ومش عارف احسن حارس مرمى في مصر وبتاع، لا الفتره الاخيره بتعب اكتر كمان. يعني مصر انك تحافظ على النجوميه دي حقيقه، مش عايز، انا مش محافظ، ما كنتش اتمرن، اموت نفسي في التدريب، احافظ نفسي، بتعور وبلعب، بتخبط في دماغي وبلعب، لو عندي خلفيه عندي اي اصابه بحاول ان انا اعالجها بسرعه واتمرن عشان احافظ، عايز اخلي اسمي زي ما هو. يعني زي ما قلت لك انا ممكن اكون في الاول وانا بلعب تعبت، بس ما تعبتش الفتره، ما تعبتش زي الفتره الحاليه دي. لازم قلت لك احنا عندنا في مصر يعني يحترم الناس، النقاد عندنا بطريقه بياخدوها بطريقه ماهيش لعيب كويس يقول لك كويس، لعيب ما يروحش يقول لك وحش، الكوره ماشي كده. لان في لعيبه كتير بتصعب عليا الناس بتتكلم عليهم بطريقه، وفي لعيبه من موضوع الصحافه بيقعوا نفسيا، بيقعوا نفسيا، يعني ممكن الصحفي يكتب عليه خبر يقع. انا الحمد لله، انا الحمد لله، انا جربت حاجه زي كده يا عصام؟ لا بس احترموا كلنا، ما بصش الحاجات دي خالص. بدليل اخدت احسن حارس مرمى في افريقيا، تاني يوم كنت بلعب ضد مين؟ ضد الكرو. تمام، لا ده صحيح العاج هي افريقيا. بعدها باربع ايام كنت بلعب ضد الكرو، ما ببصش الحاجات ديتي. اخدت احسن حارس في افريقيا، ما ببصش، اما بعدك كسبت بفكر في اللي بعده. قدر الله ما وفقتش بفكر في اللي بعده. عندي هدف طموح، يا فرحتي هقعد فرحان على ايه؟ ما الحاجه ده هتتنسى، ماتش بيتنفذ انا خلاص، الناس تقول لك لا خلاص مستوى خلاص هو على الدكه، لا انا بموت نفسي. وطبعا لما بنزل الملعب بنسى اي حاجه، بنسى مؤاخذه يعني الناس ممكن تقول لك بنسى بيتي، بنسى اي حاجه، بفكر في الساعه ونص اللي بتمرن فيها عشان ربنا بيكرمه. والحمد لله يمكن الواحد ربنا بيكرمه من واسع، لان زي ما قلت لك الواحد بيتعب، بتعب جامد. يعني كابتن عصام عنده مبدا من جد وجد، دي حقيقه. وبعدين في حاجه انا بعتبرها مثلا اللي هو مثلا اسعى يا عبد الله معاك. تمام، انا بسعى في التمرين وبتعب، بموت نفسي عشان عايز اوصل الهدف اللي انا عايز اوصل له. الناس تقول لي هدفك ايه؟ لا في هدف كتير، في هدف. يعني كابتن عصام يوم ما جه النادي الاهلي هو مركز للفرصه تجيله، كان موجود وكان موجود الكابتن احمد شوبير موجود في النادي الاهلي، ومع ذلك الامل لم ينقطع عنه، كان بيتمرن، كان بيكافح علشان الفرصه تجيله ويمسك فيها حتى يصل النجوميه. دي حقيقه. انا زي ما قلت لك انا بحب اتمرن، بحب الشغل قوي، بحب النادي الاهلي قوي، تربطنا علاقه قويه وجميله للنادي الاهلي وجميل مصر. بحسهاش من النجوميه دي اصلا، ما بتاثرش على حياتك الاسريه؟ ممكن تكون بتاثر، بس دي ناس، ده طبيعي، لازم الناس تمام بتحبك وبتفرج، الحب ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. يعني ما تضايقش في اوقات؟ لا لا، ممكن بعض حاجات، بس بيتهيالي انا بحب جمهور النادي الاهلي، وزي ما قلت لك لاعب الكوره هيبقى له حاجه بعد ما يبطل الكوره، تاريخه وحب الناس. لما تمشي في اي مكان الناس تقابلك بسلام وتقابلك باحترام وبتاع، عكس ممكن ما يكون لها مش تاريخ وما عندوش هدف مثلا، والجمهور ما بتربطوش. لان زي ما قلت لك احنا في مصر ما عندنا في هنا بيحب وبيكرهم، يعني في جمهور بيحب وبيكره. الحمد لله كنت بتبطن علاقه بالجمهور، الناس بتحبني في اي مكان بروح فيه، الناس كلها بتقابلني بطريقه كويسه، بتقابلني يعني مش عايز اقول لك عايزين يشوفوا على الارض. لما بتسافر في الدول الافريقيه مش العربيه، بيبقوا عارفين عصام بيندهوا لك؟ دي حقيقة. أنا كأس الأمم الأخير ده فرق معايا جامد بجد، وبالذات في أفريقيا، يعني بالذات في أفريقيا الحمد لله بحس إن أنا مثلا لما أنزل أفريقيا بحس كأني موجود في مصر بالظبط. يعني الناس عارفاك والشكل يعني بيشوفوك. ما أنا بقول لك الحمد لله فرقت معايا جامد قوي، فرقت معايا قوي 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 كأس الأمم الأخير ده بالذات. أنا لعبت كأس الأمم قبل كده في نيجيريا وفي مالي وفي بوركينا، كنت موجود احتياطي، بس زي ما قلت لك دي فرقت معايا جامد قوي قوي، وفرقت معايا وعطتني نجومية مش عايز أقول لك. عشان كده أنا بقول لك الفترة الأخيرة كمان بتعب فيها جامد قوي. كابتن عصام لو أنت مكان كابتن أحمد ناجي، أنا سألته السؤال ده ودايماً يهرب منه. عنده ثلاث حراس مرمى، أفضل ثلاث حراس مرمى في مصر في الساحة، في استقرار نفسي، في استقرار فني، كله بيجتهد إن هو نفسه يلعب ونفسه يشارك، كابتن عصام بيحافظ على نجوميته، كابتن أمير وكابتن عزيز عايزين ياخدوا الفرصة، صراع شريف إن هم عايزين يمثلوا النادي الأهلي وليهم حق في الكلام دوت طبعاً. لو أنت مكان كابتن أحمد ناجي هقول لك حاجه، يعني انا واحد يزيدني شرف ان نادي السيدز يعني صاحبي وصديقي موجود معايا،
ونفس الحكايه امير، لان امير عاشين من مثلا 5 سنين. احنا الثلاثه المونتاج احنا بنكمل بعض، يعني انا والحاضر الحمد لله ونادر وامير كلنا بنكمل بعض. ما اكذبش عليك، انا ما اخذت احسن حارس مرمى في افريقيا كان نادي السيد اخذ احسن حارس مرمى في افريقيا، كان امير نفس الحكايه، كان عبد الواحد، كان عبد المنصف، لان اللقب ده مش لعصام الحضري. جميع مدربين حراس مرمى وجميع اللعيبه، دي حاجه. الحاجه الثانيه زي ما قلت لك، لو انا النهارده نجم كل حراس المرمى النادي المصري ما بيلعبوش، زي ما قلت لك في منافسه شريفه، وزي ما انت قلت في منافسه شريفه، في كل واحد بيحافظ على اسمه، كل واحد بيحافظ على مكانه وحق كل واحد. ولا اولا يعني انا عارف ان النادي اكيد يعني نفسه يلعب ونا كل واحد، هو زي ما نفسه وحق شرع لكل واحد. بس زي ما قلت لك لو انا النهارده مش موفق هيبقوا هم نفس الحكايه، هم يعني زي ما هم احسن من حسن مرمى. لو انا النهارده نجم هم نجوم اكيد اكيد عن عصام الحضري اكيد، ولو احنا ما حدش موافقين هم نفس الحكايه، لان زي ما قلت لك احنا الثلاثه ايه في مركبه سوا. وبعدين زي ما قلت لك احنا ما بنلعبش باسم عصام الحضري ولا بلعب باسم نادي السيد ولا باسم امير، احنا بنلعب باسم النادي الاهلي. يعني كابتن احمد ناجي بيبقى موقفه محرج ان في ثلاثه احسن من بعض. ما هو بدليل ان احنا الثلاثه مستوى زي، احنا الثلاثه كلنا مستوى زي بعض. مش عايز اقول لك ممكن حاجات بقى دي بتاع الجهاز الفني طبعا، وزي ما قلت لك احنا الثلاثه واحد هم بيلعب يعني مثلا لاعب نادر لاعب امير بيبانوا بنفس الشكل، وهم لو لعبوا الوقت ورد هيبانوا بنفس الشكل وبنفس التالق. زي ما قلت لك احنا بنتمرن احنا الثلاثه منافسه جامده، احنا اخوات بنحب بعض، واللي نصيب بيلعب واللي نصيب بيلعب. وبعدين ما بصش بقى الموضوع الصحافه اللي تقعد تقول لك ان في مشاكل ومشاكل، قال كتير فعلا. واحنا لسه مكلمين كابتن نادر وقال لي الكلام دوت ماليش صح طبعا، قال وما فيش اي مشكله ان نادر لعيب حارس مرمى كبير ويعني وعائليه طبعا، راجل لعيب محترف الحمد لله نفس الحكايه الحمد لله. ما فيش ممكن بكره ينزلوا الموضوع ان انا بخبط في نادر وما فيش اي حاجه الحمد لله. طب ليه يا كابتن عصام ليه الصحافه عندنا يعني الا من رحم ربي، يعني ان في ناس بتتقي الله وفي ناس بتخبط وبتخبط ناس بعضيها، ليه كده يعني؟ فعلا والله انا عايزك تقول كلمه للصحافه اللي هي بتقول كلام مش مظبوط. انا هديك هقول لك حاجه، وانا عارف الكلام ده ممكن يزعل، انا ما بخافش من يعني الحمد لله الا من اللي خليني، وما بخافش من واحد صاحبي لما يكتب ما بخافش، انا بقول يا رب، ولو واحد كتب خبر وحش بقول حسبي الله ونعم الوكيل. انا هديك قصه عن نفسي، انا يمكن لما الفتره الاخيره لما صورت اعلانات طلع قال لك ان عصام الحضري سافر دبي واخد الجواز وهرب، تاني اسبوع قال لك عصام الحضري معاه بوتوجارد، تالت اسبوع جوزوني يعني يعني انا عرفنا الكلام ده قال لك ان جوزوني منى شلبي، رابع اسبوع قال لك ان النادي الاهلي بيحقق معايا كلام كتير وقصص. ف بقى ايا كان اللي هم عايزين، ما بتواجهش حد منهم عصام؟ انا ما بواجهش اصلا حد صاحبي خالص، انا ليا دعوه بدي، انا زي ما انت بتشوفني بتخلص ماتش وامشي بخش ناديه بتمرن، انت ما بتشوفش بقى مع حد ولا بتقول احد الصحفي تمام ولا ليا احد الصحفي، ورغم دي مثلا الناس زعلان مني بس انا مركز كده مرتاح كده، الباب اللي جاك منه روح سده واستريح، انا مرتاح مبسوط جوايا مركز شغلي، هدفي واحد معروف ايه؟ اني بحافظ على اسم النادي الاهلي، بحافظ على مكاني، بحافظ على فريق النادي الاهلي، ده كل اللي عندي. كل اللي بيكتب ده بيكتب عشان سلعه، الناس بتحب عصام الحضري، بتحب نادر، بتحب بيبو، بتحب ابو تريكه، بتحب ورقاب، بتحب اي واحد يحاول يكتب عليك عشان الشخص ده يقراه، ورغم كل الاخبار كذبه. طب مسائل فات قال لك ان الحضري هيتحقق مع الحضري هيتوقف، فين يوقف؟ الحضري هيتخصم من خصم، ما فيش اي حاجه من دي. زي الايام دي ما بقول لك الحضري مؤاخذه، انا برضو انا اسف، قال لك الحضري بيجدد، الحضري بيجدد، طب جددت فين؟ يعني كلام كتير برضه، يعني الناس دي مش عارف ان الكلام، ان الجماهير بتفهم دلوقتي والجماهير عندها وعي قوي وعندها وعي فني، ازاي هو يطوع نفسه من هو نزل خبر مثلا مضروب باللغه العاميه زي هم بيحاولوا ان هم يكتبوا. وزي ما قلت لك بتبص على العلاقات، صاحبي علاقته بك حلوه حتى لو انت وحش هيكتب عليك كويس، ولو انت علاقتك عايز يبيع ولو انت علاقتك بيه، بس زي ما بقول لك بيبقى عايز ان المعلومه اللي بتقل اللي بتدور الفرقه جوه، يعني مثلا احنا قاعدين في محاضره عايز الموضوع اللي بيدور في اللي دور في الحوار، يعني احنا مثلا قاعدين في اجتماع ايه اللي بيدور جوه في الاجتماع؟ عايز المعلومه اللي توصل في الاجتماع. فانت ريحت دماغ من الناس دي كلها وركزت في شغلك وركزت في زميلك. قبل المباراه بليله طقوسك ايه قبل المباراه؟ يعني عصام مثلا عنده مباراه بكره ان شاء الله او عنده سفر بكره غانا، النهارده بالليل عصام لما يروح
ايه اللي هيعمله قبل السفر؟ لا اقول لك انا موضوع الموبايل ده انا يعني ما بحبهاش، يعني اول حاجه انا الموبايل ده لازم تتقفل خالص، ما بحبها. حاجه ثانيه طبعا زي ما قلت لك امي وابويا وزوجي. بتتصل بيهم قبل ما تسافر؟ على طول. اه قبل ما اسافر وعلى طول على اتصال من بره. هم دول اللي زي ما قلت لك ان انا بحس ان انا مرتاح، ويعني وقريت القران الكريم، دول الحاجات اللي بعملها بحس ان انا مرتاح نفسيا، بحس ان انا هبقى كويس، بحس ان انا ربنا هيكرمني. وزي ما قلت لك الواحد انا بقى بعتمد على حاجه، بتعب وممكن اكون بتعب قوي في التدريب، جو حر، بتمرن، بموت نفسي. سام انت مكافح قوي وانت نازل بتتمرن بتسخن قبل المباراه، هنحس ان انت رجل رايح حرب. دي حقيقه. ده معناها انا بقول لك انا نازل حرب بجد، ما اكذبش عليك، نازل حرب وبموت نفسي. عشان كده بقول لك ربنا يمكن الحمد لله بيكرمني. والله ده كلام في صفك يا عصام، احنا فعلا حاسين ان انت نازل حرب مش نازل مباراه. قلت لك انا بتعب واسعى عشان ربنا يكرمني. وزي ما قلت لك اتمنى ربنا سبحانه وتعالى، ان زي ما قلت لك انت في فتره صعبه شويه، العيلة عليك، الناس كتير قاعده تبص عليك، واديك شايف ان الاهلي بيحصل في كل شويه اصابات، في عدم توفيق الفتره الاخيره. زي ما قلت لك الحاجات دي كلها ان شاء الله حاسس انها تتصلح، وبطمن من الاهلي حاسس ان احنا هنعمل حاجه ان شاء الله السنه دي كويسه زي ما حصل السنه اللي فاتت. بس زي ما قلت لك بس محتاجه شويه الناس قلقانه بعد ماتش المقاولين. لا دي محتاجه شويه اصرار بس وعزيمه زي ما كانت فيها عندنا، وشويه روح، وهنرجع كل حاجه ترجع زي ما كانت. ومفيش مش يعني مش عشان تعادلت المباراه يبقى اخر المطاف، يعني احسن فرقه، احسن فرقه في العالم بتتعادل. بس زي ما قلت لك نتمنى ان احنا ربنا يكرمنا ان شاء الله الفتره اللي جايه، ومفيش حد ييأس. بس كابتن عصام مجله الاهلي لايف بتشكرك جدا على الحوار دوت، الحوار الجميل اللي احنا بقالنا فتره عايزين نلتقطك من وسط الملعب، وانت طبعا بتخلص الماتش وخلص تمرين وبتشوف شغلك وتروح بيتك واولادك، فاحنا سعداء جدا باللقاء دوت، وان شاء الله مزيد من الانتصارات ومزيد من البطولات والالقاب لكابتن عصام النهارده. لا والله انا سعيد زي ما قلت لك، زي ما كنت سعيد، بس عارف ان ده هيعمل لي مشكله. ليه يا اخي نصار؟ احنا عمالين نتكلم كلام عادي خالص. ماشي ثلاثة مفيش مشكلة، عارف اللي هيحصل مشكلة مع ان انت سجلت معانا، وان بس طبعا ده واجب عليا لان مجلة النادي. ما بقول لك ده مجلة النادي واجب عليا، لان زي ما قلت لك مطلوب مننا ان الناس كلها تعرف كل حاجة عن الاهلي، مطلوب تعرف ان كل حاجة عن لعيبتها. نعم بس دي ماشي. انت وحش الناس يا كابتن عصام، انت فعلا ما بتظهرش اعلاميا خالص يعني. احنا لما نشوفك بنشوف الاعلام بتاع فودافون. لا دي حقيقة، بس زي ما قلت لك انا سعيد اني عملت معاكم لقاء، ونتمنى انا طبعا بقول لهم طبعا عن طريق يعني ان هي سعيد ان انت تشوف الموضوع بتاعي. يمكن انا ما اتكلمناش في حاجات مهمه، بس حاجات جميله، الحاجات دي بتهم الجميع على فكره. ما انا عارف، بس زي ما قلت لك انا سعيد، وزي ما قلت لك بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ونتمنى الفتره الجايه ربنا يكرمني وما انساش بس دعوتهم ليا ان شاء الله. مشكرين عصام، مشكرين جدا جدا.